جربة سكوب، آخر أخبار جزيرة جربة تصلك أينما كنت. جربة سكوب، les dernières nouvelles de l'île de Djerba vous parviennent là où vous êtes. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح اليوم على بركة الله البطولة الوطنية للتجديف بمعتمدية أجين. هذا هو مكانها الطبيعي إن شاء الله. ونحب في المناسبة هذه أن أتوجه بجزيل الشكر إلى كل إطارات الجامعة الوطنية للتجديف وإلى كل الهيئة المديرة بجمعية نادي الغوص تيبازا بأجيم وإلى كل ضيوفنا. أيضا أتوجه بجزيل الشكر إلى كل الإطارات الأمنية والأسلاك الأمنية من حماية مدنية وشرطة وحرس وديوانة وأمن البطاحات وكل الأسلاك الأمنية اللي واقفين ومجندين مشكورين لهذه لإنجاح هذه التظاهرة. سي رضوان جويلي مرحبا بك. سي رضوان مدرب في رياضة التجديف البحر وكيف كيف معنا مدرب عن طريق الجامعة التونسية للتجديف. اليوم الكل نستنوا في البطولة الوطنية لتجديف البحر اللي تنتظم بأجيم وهنا تقريبا نشوفوا مازال نستنوا تقريبا في الملية تاع البحر. صحيح الساعة 12 صلى بحوله يطلع الماء باش تولي معناتها كومباتيبل مع الريغلومون ناسيونال أقل حاجة 50 سنتي على الماء باش نقاد من السوش التراب. احنا ماذا بينا كان جيت البحر مالي راه مدينا من الصباح على الاقل فريش الانسان توا نص نهار باهي ماهوش وقت خايف ماهوش وقت باهي يعني متوسط. وبحول الله اثناء ان شاء الله على بالتظاهر الرياضيه هذه اول مره تصير في منطقه الجيب تظاهر في جربه كل بصفه عامه اول مره معناتها تظاهر على نشال وطني ومن وان شاء الله نكون احنا البوابه للتحضير للشامبيونان دو موند 2018. نادي ريناد نادي رينا رياضيين مقصرين على المدربين الوطنيين معانا في شكري المير ومحمد الهندي واكرم عثمان وهذوما لجنه نتاع المناصفه الفنس انا وحاجه سبابا نقول وقفنا ما يهمنيش فيه صراحه في القلب. اما تيال كي ميزا كوتي تروشير يعني الماتيريال هذا كله اللي جبناه على مع ميزا كوميتر فات 160 مليون لكن مش من عند الوزاره مجهود الجامعه ومش مجهود الجامعه يجيني رياضي بتهاو ولا حاجه لا واحد يبطل يدق ويمشي على روحه انا نوقفوا الاتليت ونقول له الكلوب سمحنا راه الوضع بيتي لاكوس بالنسبه لك انت شكون عمل لي وضع. سي فايز السولة المدير الفني للجامعة التونسية للتجديف فاش استنوا توا يظهر لي مازال بديتوش اي مازلنا توا نستناو في هذا يعطوا القوارب وبينطلقوا في السباقات البحر توا امور واضحة لا البحر امور واضحة ملاه وتوا نبداو ان شاء الله يعني 10 دقائق اخرين نبداو ننطلقوا نذكروا اللي طار هو البطولة الوطنية للتجديف اعطينا فكرة على التظاهر هذه سي فيصل. والله هذه البطولة معناها تندرج في نشاط الجامعة التجديف احنا عندنا بطولة تجديف أولمبية فيها أربع جولات وعندنا الكأس وعندنا البطولة الوطنية للتجديف البحر نعملوها على نهارين وكل مرة نعملوها في بلاصة معناها تبدا الشريط الساحلي مفتوح وعملناها معناها عادية نعملوها في قرقنة وعملناها في تبرقة أول مرة في جربة أول مرة في جربة طبعا أول مرة في أجيم خاطر فما نادي تيبازا جديد حبينا معناها ندعموه ونشجعوه على وكانت فرصة معناها عملنا قبلنا احنا يوم مفتوح
هذه البطولة الوطنية يعني اخترنا منطقة جيم تكون معناها معناها المنطقة نتاع معناها إشارة انطلاق رياضة التجديف إن شاء الله في الجنوب، وثم مناطق رائعة معناها ساحلية نجم نطوروا فيها الرياضة هذه. في توزيع الميداليات السيد مصطفى بن عمر معتمد أجيم جربة حصل على المرتبة الثالثة والميدالية البرونزية. اسكندر الشامي تحصل على المرتبة الأولى زوجي أكابر تبع فريق البحيرة. أعطينا فكرة كيفاش تمت كيفاش كان السباق هذا؟ هي ساعة حاجة مشكلة دين جربة فرحة فينا كل أول مرة هي سيرة في نظمية في جربة صارت هي السباق كان 4 كيلومتر ثم جمعيات ثم زادة معنا ليبيا المرتبة الأولى الميدالية الذهبية حصلت عليها الجزائر وميمة تنبيه ويركز كريم على المدربين السيد أريس كل مدرب سارة وفاطمة اتوجتوا منذ قليل بمرتبة الأولى في زوجي كبريت فكيفاش كان السباق؟ والله اليوم كما ترى ريح شوية ما نجمنا معناها نعمل سباق وسباق 4 كيلومتر يلزم اندورونس كبيرة باش نعملوها ما حاولنا عملنا اللي وسعنا ونجمنا نجيبوا المرتبة الأولى. طيب أنا أول كومبيتيسيون عندي في الأفيرون و دونك أفيرون دو مير ولا أفيرون عندي شهر مترينا مترينا تختتم اليوم البطولة الوطنية للتجريف بجربة وتحديدا بالجيم بفضاء الملقى. معنا حاليا سي سليم بن مبكر اللي هو رئيس الجامعة التونسية للتجريف. سي سليم تقييمكم لهذه البطولة خاصة التنظيم؟ بطولة التنظيم يعني أول حاجة نشكر السعادة دي كباز المسؤولية على حصل التنظيم وحصل القبول وضيافة واحنا نشكره هذه. وثاني حاجه بركله طوب عندكم ناس فازت بميداليات النادي تباسر و
احنا بالنسبه لي انا حتى بحكي الكلام انا تنظيم البحر اختلاف التنظيم البحر وتنظيم التقليد تنظيم التقليد تجيب لوتو التقليد دونك ان شاء الله معناها نعاودوها العام الجاي ان شاء الله كان حل الاستعداد هذا.